تيمور بابي بابي وينك بابي؟ مرحبا بابي يا كرد، صرنا مثل موفق وابن مكعكع. قعد قعد يا تيمور. قعدت يا بابي. مر بابي، شو هالمقابلة اللي فقعتها مع وكالة اخبار موريال بريز؟ يا كرد، ما عجبتك؟ لا ما عجبتني يا تيمور. معقول معقول تقول انه ابوك وقع بالخطأ وانه صار آلي بيد الامريكان؟ معقول معقول يا تيمور؟ نعم قلت هيك. وكمان قلت اني رهنت على بوش وعلى كلب النظام بالشام، واليوم فقعوني بوكس الامريكان. معقول معقول يا تيمور؟ نعم قلت هيك. ومعقول انك تقول انه بي اخطا بحق المقاومة وانا بدي زور الشام وقدم اعتذاري؟ معقول تزور الشام يا تيمور؟ نعم معقول يا بيي. يا كرد تيمور، واعي شو عم بتقول؟ واعي ومكتر. ومقتنع؟ طبعا مقتنع. اذا رجعت الشقيقة لقطت الوضع بلبنان، بكون لاقطه مع الشقيقة. واذا بقيت امريكا لقطة الوضع بلبنان، بتكون انت لقطه مع الشقيقة. يعني عارف شو عملت يا تيمور؟ طبعا عملت هالشي تيمور القطوع. منك قليل يا تيمور. فعلا صدق اللي كان فرخ الجنبلاط عوام. مش عوام بلا عوام. ميرسي بابي. برافو بابي، برافو برافو بابي.